حبيبتي كثير كثير بشكر التيتشرات جميعهم على مجهودهم مع الطلاب. كثير هذا الاشي بشوفه على بنتي كلاس 1 جريد 1 اسوري تروح ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. بلاحظ في كثير جهود مع التيتشرات في الكلاس، بعطوا البنات معلومات، بحموهم اشياء عمليه، عم بحاولوا يترجموا الاشي بطريقه عمليه كثير رائعه. يعني بنتي بتروح تشرح لي على جسمها، يعني حتى البلانت الفلور تشرح لي على صباحها ورجليها، دليلها انها بتحفظ المعلومه. الحمد لله رب العالمين، كثير كنا محظوظين السنه بهاي المدرسه. شكرا كثير، شكرا، بارك الله فيك. فاين الحمد لله. هاو ماني كيدز دي هاف هير ان ذا سكول؟ تو كيدز، ماي داوتر اند ذا بوي از ان كلاس 6 اند ذا بويز ان بوي سيكشن ان كلاس 2 بي اوف ذا داتا. Okay, I will ask you about the girls. She's in my section, yeah. Okay. How is the school? How is the teachers with you? It's an excellent school. We are putting a lot of efforts on my daughter. I'm so happy. I'm so pleasured with you. The excellent teachers you have. It's from the bottom of my heart. I will thanks to your teachers. You are putting a lot of activities, subject-wise, maths, English, open Arabic. Every teacher is so good. Your worksheets, your assessments, your papers, your classwork, your home, everything. I'm so grateful to my Allah who gave me such a wonderful school and a wonderful teacher. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. And how was your opinion on the school generally? It's going great. Especially girls section is going very, very good. I'm so happy. I have no comments for the changes. You are on a daily basis, you are giving us such a lot of good things to our kids. I'm very happy at you. Thank you very much for it. Thank you so much. البنات في جريد كام حضرتك؟ عندي 8 و6 وكي جي 3. ما شاء الله. طب نتكلم على الكي جي الاول كده وخلصنا، بعد كده نبتدي في البيت. الكي جي بيقول حضرتك اخبارها ايه في البيت؟ بجد فرصة إن أنا يعني من خلال المقاهي ده أنا أشكرها بجد. إنسانة فوق رائعة بجد، أونست جدا معانا، كوبريتيف مع البيرنتس ومع الزملاء، فاهمة نفسية كل طفل، بتعرف تتعامل معاه كويس، بتشجعهم باستمرار، فما شاء الله عليها مفيش أي كومنت عليها. وعلى كل التيشيرت، التيشيرت هبة والتيشيرت وعلى كلهم ما شاء الله عليهم. مش عشان إحنا في القاع بجد أنا بحب أشكر فيهم، بس دي حقيقة. إن أنا كنت خايفة إن دي أول تجربة لينا في المدرسة هنا. فمهتمين ما شاء الله أكاديميك وأكتيفيتيز، فأنا حاسة إن أنا مش ناقصني حاجة بالنسبة للكي جي. طيب الحمد لله. شاء الله. طيب بالنسبة للجريد بقى عندك جريد 6 وجريد؟ وإيت. جريد 6 وإيت. وإيت. طيب نتكلم على إيه؟ إيت الأول؟ دي كانت المشكلة بقى الأكبر بالنسبة لي، طبعًا تغيير المدرسة، أنت عارفة خصوصًا وبنت كبيرة؟ بنت بقى وكده. كنت خايفة يحصل لهم دروب. اكاديميك وبرضه على مستوى السوشيال، بس الحمد لله برضه ما حسيتش باي فرق. انتوا ما شاء الله كلكم احسن من بعض، انتوا استقبلتوا البنات وعملتوهم كويس، حسستوهم ان الموضوع مش فارق كتير معاهم، كلكم فاميليار معاهم. في بوينت تانيه بقى التيتشرز بجد اكاديميك احنا مش حاسين بدور كبير، يعني معظمهم 80-90% اللي كنا فيه. البنات اي استفسار بجد مش بيأثروا معايا، لما بيحتاجوني في حاجه بيتعاملوا جدا معايا. يعني ده بالنسبه للاثنين جريد 8 وجريد 6. جريد 6 هي دي، انت عارفه الجريد بالذات دي المرحله دي كريتيكال قوي، فكنت خايفه منها، بس الحمد لله كل حاجه سيئه. تحب تعرف عن حضرتك ان انت عندك كام ولد عندنا؟ هو اسالك الاول عن البنات، ايه اخبار البنات معانا مع التيتشرز في السكول؟ والله الحمد لله تمام، يعني الناس كلها فيها كتير، يعني ما حسيت بالصعوبة، يعني ما حسيت متجاوزة، في حالة يعني كنا في حالة مشتغلة حالة، كمان في الحمد لله وأسس منيح يعني الحمد لله السنة الماضية، كمان تأسست كتير. طب بالنسبة للولد في الجريد 3؟ الحمد لله، يعني هي جي 2 عندكم شطورين الحمد لله، يعني انا انبسطت اليوم ملاحظاتي ان شاء الله كلها، يعني بصراحه فرحت.
طيب وبشكل عام ايه رايك في المدرسه بعد التغييرات اللي عملناها والتيتشرز يعني بشكل عام المدرسه؟ الأمور الناقصة كلها يعني بس الحمد لله كلها المهم الأساسي كله يلا شكرا لعبت على بي.